مع ذلك الجواري كان شيخي، هو علمني، علمني شنو شنو الشعر. اقول لك مره كان يوصيني يقول لي عبد الرزاق لا تخاف من تجي ابيات هابطه، لان ضروري ما تمشي بنفس المستوى، اذا مش بنفس المستوى يمل الانسان، بس كنت تجي هابطه وتشهق فتشهقه تشهق تروح وياك. هذا وعي عظيم، هذا وعي مو كل واحد، بس الجواهر يقدر. ثم كان يقرا قصيدته سلام على حاقد ثائر في مؤتمر المحامين العرب في بغداد. سلام على حاقد ثائر على لاحب من دم سائر يغض ويعلم ان الطريق لا ذكر مثله. سلام على مثقل بالحديد ويشمخ كالقائد الظافري كأن القيود على معصمه مفاتيح مستقبل زاهري. قلت له اشتعلوا أجدادك. قال أشكرك. جميل. الجواهري خموش أقل. طيب كيف التقيتوا رغم اختلافكم بالخط السياسي أنت والجواهري؟ ما مختلفين، لأننا ملتزمين بالعراق. ما اختلفت معاه بالسياسي؟ لا، هو هو أجرأ من عندي يمكن. أنا لا، أنا مخبر مو جريء، هو جريء، لأنه هو يوقف وقاعد نوري سعيد وقاعد يحكي ويا الوتري في بائيتر الهائله اللي سوى احتفال تكريم الوتري، لانه ما خلى الشرطه الوحيد العميد ما خلى الشرطه يطول بكليته. يقول له نبئت انك لست تبرح سائلا عني، تناشد ذاهبا او آيبا وتقول كيف يظل نجم ثاقب ملء العيون عن المحافل غائبا، انا ذا امامك شامخا متجبرا اطا الطغاة بشسع علي عازبا. يأشر على نور السعيد. هذا شنو هذا؟ قال لي عبد الرزاق بعت المكتبة وطلت فلوسها لاهلي 500 دينار وديتهم للنجف، قلت راح يديمون جوا. هذا جواهري مش أقل.